احنا نقولوا البحر يتبخر ومن بعد يولي يسحب ومن بعد السحاب هذاك يعطينا المطر. وهذه نظريه لا اساس لها من الصحه في القران، تكذب القران كلها. روح اقرا، تعلم، اقرا، كاين انترنت، روح اقرا، قول وين جاي، وين جاي الماء هذا، وين جاي، هل الماء موجود في السحاب او في السماء، واقرا الايات باش تتدور شويه. يقولون القور، كي يقولون القور حاجه ودرناها في راسنا خلاص باللي البحر يتبخر ويولي يسحب. لو كان انت تبحث، انت تبحث وانت قاري وتبحث وانت مثقف وعندك مستوى ما شاء الله، ورحت فتحت الكتابات وقريت كلام العلماء تاع القور وكلام ربي والتفاسير وكذا، وجيت وحطيت نظريه، شت الاميين هذوك اللي يستهلكوا برك، يعرفوا غير يكونسوميو، هذوك الاميين الجاهلين هذوك هما اللي يسبوك في التعليق. يقول لك انت هذوك جايت وتهضر، انت مهبول انت على روحك، يرجعوك مريض. ولذلك كم من انسان يحب يطرح قضيه للنقاش يشبع سب، يشبع سبان عندنا موجود في السماء. وننزل من السماء ماء، يعني السحب، وشن هي السحب؟ السحب هي عباره عن شيء تجتمع فيه ربي، ينزل فيها الماء ومن بعد يعطيه لنا. منين ينزل ربي الماء؟ ينزل من عنده، من السماء. وكل الايات في القران الكريم كما قال المفسرون تدل على ان الماء موجود، ليس في السحاب، موجود في وين؟ في السماء، مخزون الماء موجود في السماء. احنا اليوم وش ولينا نديروا؟ احنا جهال، ولينا جهال الا من رحم الله، ناخذوا معلومه بجهلها ومن بعد اي انسان يبحث ناكلوه ما خلوهش. كيفاش انت تكذب القور؟ هما يبحثوا وكذا طلعوا القمر، تجي تحرف امك، انت جاي متزير تتكلم انت في الكلام كيما هذا، اسكت، تبع كيما حنايا وكون جاهل كيما حنا واسكت، يخليك تهدر. وكلام الله سبحانه وتعالى فتحنا السماء بماء منهمر لما أراد أن يعذب الأقوام. قوم نوح كي يحب يعذبهم ربي عز وجل، اشتهى هذيك ما تكفيش، رجحها بحر ربي سبحانه وتعالى باش مشات سفينة نوح. قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ولهذا قالوا هذا عارض ممطرنا. ربي سبحانه وتعالى يؤلف، يأتي بالسحاب فيؤلف بينه ويجمعه بعضه على بعض، يركمه بعضه على بعض، ثم بعد ذلك ينزل فيه الماء. ولذلك كاين سحابة فارغة وسحابة معمرة. وسحابة المعمرة وش يسموها؟ ثقالا. هذاك السحاب اللي قال عليه الله عز وجل سحابا ثقالا فسقناه إلى بلد ميت. إذن المعلومة، أنا حبيت نتكلم هذا الكلام، احنا اليوم ما حبيناش نثقفوا، ما خليناش نستثقف، لازم افتح نفسك للعلم، افتح نفسك للعلم وتقبل البحوث نتاع الناس، ماشي غير يجيك بواحد معلومه نتاع حياتك قاعد تبلعها هذيك غلطه، تغلط في الناس ويقولوا انت جاهل وانت كذا وانت جيت دركا وتحل في فمك في الامر كيما هذا. معليش، واش كاين؟ مساله هذه نبحثوا فيها، وراها مشكله. وعلاه وراها المشكله؟ احنا اللي قالوا لنا الارض مدوره، ماشي القران، علماء تاع القور قالوا لنا الارض مدوره. كاين دركا ناس يقولوا الارض مسطحه، وكاين ادله في القران تقول هذا الكلام، وكاين بعضهم يقول لك لا مدوره، كاين ادله في القران. ما شاء الله، روحوا نقراوا سيدي، قراوا كلام مفسرين، قراوا الايات، قراوا، تعلموا سيدي، وراء المشكله؟ بالك اني غالطه هنا ولا اني غالطه هنا؟ صح، مليح تتعلم، هذه مليح تتعلم، ما تحبسش، ماشي اي معلومه ترفتها انت في الزنقه وتجي تحبس الناس على جالها. ولهذا الانسان كل ما تقرا تقول ربي زدني علما. والله كل ما تقرا هذا العلم بحر لا ساحل له. وكل ما تقرا تزيد الذوق لذة العلم، وتزيد ثقافتك ومستواك، وتطلع وتفرح وتحس روحك صح انسان. الله عز وجل جعلك في الارض وعندك مكانتك في الارض. اما اننا نمشي بهالطريقه ما نتعلموش، وحنا امه رانا رحنا بعيد في الاميه. نسال الله يهدينا ويصلح حالنا.